تاكل يا حسامين. ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب. يا اخي اربط الحمار. موضع ما يقص صح. قال يعني جاري في غش الناس ومعاكسة الحريم. انت مالك انت؟ وانا عمره حلف على الشغلانه ده. انت بتلطف في ايه مقطوع؟ اربه. انا برضك اربه. طيب يا مرات خال الله يسامحك. تقولي على نعمة ربنا. اربه. يا اخويا. معلش يا خال. معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي. اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان ليك ابن اختي زي. هتنفخر بي يا اخي النفخرة. وانا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا. عايز ايه؟ انا الفرجاني بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجر له العربيه. يجر له العربيه ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده ببيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانه حلوه خضري ليها مستقبل. خلاص الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتنفذني من هنا. قومي كخاب. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد ساعات على نار. انا بقول لك اهو قوم فزت اهو. قوم يا خالتك كمان. يا فوطة يا مجنونة يا فوطة. فوطة ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط. لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عم فرجان. هنا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجان ما تتحركش. وعندنا كوسه حلوه قوي. شوف الكوسه عامله ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسه. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طب خلينا لحمه النهارده؟ اه. ما تاخده محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكوسه عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. او كده حلو وعالي يا حسنين. وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. الله ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. الله ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجر ايه ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال كوبايه الشاي تقيله ولا احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربيه ولا ايه؟ لا ما جاش يا ترى. ايه اللي اخره؟ لما حته نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه؟ فين الحمار؟ قال هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما
ما تخافش، هو تليه بيقضي مصلحة وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي بك الحمار؟ واني مال لما يجي بسأله. اسأله؟ ده انا هروح في سد الداهية. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس يا ولا بس اسكت انت، هي بلد ما فيهاش حكومة ولا ما فيهاش حكومة؟ بس يا ولا ولا مش عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجة فيكم. يا خال. مفيش يا خال، اسمع كلام يا حسنين يا ابني. أحسن حل إنك ترجع بلدك. أنا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، إنما هناك اللقمة سهلة. يا خال أنا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني أنا عملت اللي عليا وزاد شوية كمان. قول بقى إنك أنت خايف من مراتك. إيه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ طب ده يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراخ بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه، خد يا حسنين دول ومنصر لغاية موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال زي بعضه. هات يا سيد انت ما صدق. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى دفعت الأجرة مضاعف. قال لا أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زناد. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما يصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا من السوق. أديني افتح لي الصخمطة دي وحياتي. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا، روح يا اخويا، اعوذ بالله. يلا امشي امشي، ما تتناش الشروق كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد الجيك ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. تبدأ المية انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو مش ده بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت يا سيدنا، انا مش هخليه ينام هنا. مساء 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 الخير. مساء 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 الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا ابو لا يا ابو بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا نظير كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 سي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجرة واقع من على النخلة وحالته أنفشة وشكله أنشطة. طب ما جهزوش ليه؟ إن شاء الله، بس ما نجوه شوية والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سو. أنت بتتكلم كده ليه؟ لا مؤاخذة، أصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل أنت. مؤاخذة يا معنانا. ويو 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 ويو.
سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس. كمان ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا نبي. يا سي حسسانين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول دي يعني احنا في السجن احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسسانين. انا من مؤاخذه الواد ده بيدوله شهاده. شهاده؟ شهاده ايه بقى؟ شهاده هياكل منها ذهب. انا مش فاهم. بيعملوا له عاهه انتك. انتكت؟ انتكت ايه؟ قزقعين هياكلوا الشهد. قزقعين هياكلوا شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطن اجيبه هنا نديله الشهاده الملائمه اللي تلائمه ويبقى طاقه القدر اتفتحت له. خلاص خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش وقت. سيبوه دلوقتي. انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية استاذ النماذج تقف قدامي كويس. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك تعالي لي. لف لي لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز تعمل ايه؟ لف لفتين. وريني. شكله مش بطال. كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجة ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكرة انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحموا عزيز قوم زل. ارحموا عزيز قوم زل. واقف على النص يا برنس، واقف في شموخ راسك فوق. ايوه زي البرنسات كده لفوق. وريني ومادد ايدك، مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسه. انا اقول لك كده، مادد ايدك كده وثق هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس، ده من عيله، ده متعصب. وبدل ما يدولك شلن هيدولك 10. براوة عليك يا استاذ، براوة عليك. احنا عندنا
الشيك قال ايه وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكنه يعني شحات بيشحت في شحات. انا عمري ما شفت الشحات لابس كده. ما تقطعوني الزكيته دي. اخرس خالص اكرهك لو اتكلمت. فاهم ولا مش فاهم؟ طيب انت بتتكلم خالص. طيب حاضر طيب حاضر. طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو واغنيها حلو قوي. نعم ليه بتغني؟ انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين. مين؟ عبد كفته. خالص مش عايز اتكلم خالص. راسك اللي فوق برنس ايدك قدام. لا يخرب بيت ابو اللي زعلك. الهي ربنا يكرمك. الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم. الهي يا رب. اهلا اهلا اهلا. الهي ربنا يكرمك يا شيخ. الهي ربنا يكرمك. الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون؟ البس النضارة وقف مكانك. الجنيه طار يا خليل. مالكش دعوة طار ما طارش الجنيه هيوصل حالا. الهي ربنا يكرمكم. الهي يا سيدي الجنيه اهو وادي ابن حرام. ايه الموضوع يا خليل ومين الهلف دي؟ وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوه انت شوف شغلك. انت بلاش لماضه مفيش اثناء العمل بوس. الهي يا رب ربنا يكرمكم. الهي يا رب ما اجيب حاجه مش شايفاني عاجز ما اجيب حاجه لله. الهي ربنا يكرمكم. ناقص 3 جنيه 75 قرش. انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه؟ انت عملت النهارده 28 جنيه و 16 قرش. الله وعرفته ازاي؟ اطلع بالباقي. ايه؟ اطلع بالباقي؟ ده انتوا ولاد جنيه. احنا الاولاد جنيه. عامل 28 جنيه و 16 قرش. 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه. ده سكسيه. البركه في النضاره. انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها ايه؟ ايوه احنا بناخدها. انت قاطع ميت ولا بتستعبط؟ الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني. فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة يا روح امك. احنا ورانا مصاريف جامدة اوي. ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس. انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز. انت بتتكلف. مصاريفك كتير اوي. ايوه. عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين. عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين. عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك. عندك مصاريف شخصية وخلافه. نهاية الأول انت هنا عبد المأمور. تلعب كده ولا كده؟ هتروح في الفاسكونيا. تاخد لك نفس؟ لا اتعشى. عشو. بقولك ايه على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر. احنا ناس حقانية منحبش تاكل حق حد ابدا. خدهم قد كده على قلبك كبدأ الميه لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم. ربنا ما يحرمكم من نظركم. ربنا يكرمك. طب يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك. خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري. يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه.
الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصر، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل حد. هدي هدي كويس. شفت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا قول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بيردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ الاما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو اصلا الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شيء بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت باين ولا بلاش؟ تعال هنا، انت رايح فين؟ ايه عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقلك من نقل الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا ماجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى. وانت من اهل؟ انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين؟ ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه.
حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمدة عشان يستحمى في الشد. شوية معننا. ايه؟ شوية. ومعايا واد كمان. كمان. بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي. كل يوم في العالة يا عم وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحمية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معايا. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. في يومياتك النهاردة وصلت 13-14 جنيه في اليوم. عمر جد جدك ما شموهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيرة وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهاردة. 14 جنيه. مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال توقع يا راجل على رأي المثل. كان فجرة وطلع لبرة. هات هات يا سيدي، احنا قلنا حاجة. هات اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد منع دمها يا جزمي. صارمة. ايه؟ قلنا صارمة. انا اسمي صارمة يا سيدي. ما فرقش كتير، وريني والله ما تفرق كتير، حتى الجزمة احسن. امسك يا بلغة. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10,000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. إلهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا شيف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع شيف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومة يا متسول. حكومة؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي بره من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيض؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعملك قضية غيرتك. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. امش قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انت هنا؟ ايوه. امال يعني خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه الحملات؟ امال كانوا فين اللاذقية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. يا النحس. يظني ان ده موسم وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا. كل يوم يقولك امنعوا المتسولين من اجل السياحة والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص معليش. خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر اشاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد. قوم امسك. خد البشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا ولد. الحمد لله، كتر خيرك. انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولد؟ جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. صارمه. ايه؟ صارمه، اسمي صارمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والصارمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات. يا اخوانا انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف. الارزاق بيد الله والرزاق موجود.
كلامك حلو قوي واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباد؟ صارمة. ايه؟ صارمة. حسيبهم يعني في صفايح كده الحكومة زي ما بنسمع يا صندل؟ صارمة. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفاية الفردة اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغليننا اخر استغلال، وشوفهم ادي احنا مرمين رمية الكلاب ولا حد سأل عننا. هلا اقولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسة؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيل بقشيش. ها برضه مش هتاكلي حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكله، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ استاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام. دي وقعت ايدي بس، انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاد على الترابيزه معناه الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. طيب يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا فرحين، بدكم خيمه ما كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخرس انا، ما تكلمش المعنانة بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. غريبه، محدش من عينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متخفينا صدقناكم. الواد لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تماما، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ لشغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عينا عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدل اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولد. انا بقى ادي التلت لامي ويبقى سلم لي عليه. هاتو والسلام أمانة يا غبي. سيبوا Thank you.
عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس سنفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك.